أهلا بيكم. قصة النهاردة هي قصة من الجرائم الحقيقية اللي انتوا دايما بتحبوها وتطلبوها. ويلا نبتدي. صباح الخير يا سالي. صباح الخير يا عز. تحب أساعدك في حاجة؟ يا ريت. اضرب لي البيض علشان ألحق أعمل السندوتشات لزياد. كلمتيه امبارح زي ما اتفقنا؟ بصراحة ما قدرتش، وكمان علشان هو عنده حفلة المدرسة النهاردة. المدرسة النهاردة هتكرم الطلبة الموهوبين في الموسيقى والرسم وزي كده، وانت عارف زياد بيحب الرسم وداخل المسابقة. بلاش ننكد عليه النهاردة، هيزعل قوي. خليها لما يرجع من المدرسة، نقعد انا وانت معاه ونكلمه. طيب انا هروح اصحيه. ايه يا زيزو، كل ده نوم؟ صباح الخير يا بابا. حلمت امبارح ان انت هتاخد المركز الاول في الرسم على المدرسة كلها. بجد يا بابا؟ ادعي لي، قول يا رب. قول لي بس انت رسمت ايه؟ ما انا قلت لك يا بابا، رسمت سمكة كبيرة في البحر. هو انت ما بترسمش غير سمك وغير بحر؟ ما انت عارف انا بحب البحر قد ايه، ونفسي اطلع قبطان او اطلع اي حاجة بتدرس الحيوانات والحاجات اللي في البحر. طيب يا سعادة القبطان، بسرعة بقى على الحمام وتلبس هدومك علشان أنا وماما هنوديك المدرسة وهنحضر الحفلة. هلبس بسرعة جدا. وفي اليوم ده وصل عز وسالي زياد لحد المدرسة، وكمان فضلوا لحد ما الحفلة خلصت وشافوه هو بيتكرم، لأنه طلع من الطلاب المتميزين في الرسم. وبعد ما خلصت الحفلة سابوه يكمل اليوم الدراسي بتاعه عادي ورجعوا البيت. ولما رجع زياد البيت، تعالى يا زياد، احنا كنا عاوزين نتكلم معاك شوية، في حاجة كده عاوزين نفهمها لك ونشرحها لك. بص يا زيزو، احنا بنعاملك على انك راجل كبير وبتفهم علشان انت مخك كبير قوي. انا وبابا قررنا ان احنا ننفصل عن بعض. يعني ايه تنفصلوا عن بعض؟ يعني تتطلقوا قصدكم؟ يعني بالظبط كده، بابا هيمشي من هنا من البيت، بس مش معنى كده ان انت مش هتقدر تشوفه تاني. بابا هيجي لنا كتير جدا وهيتغدى معانا، وانت كمان هتروح له. ما تنساش ان تيتا ام بابا عايشة معانا في المنطقة، يعني بعيد عننا شارعين اتنين بس، وكمان عمه وولاده. وبابا هيقعد مع تيتا، وانت ممكن تروح له كل يوم، وهو هيجي لنا كتير جدا. الفرق الوحيد بس اللي هيحصل ان هو مش هيبات معانا في البيت. طيب انتوا ليه عاوزين تتطلقوا؟ هو انتوا بتكرهوا بعض؟ انا عمري ما شفتكم بتتخانقوا. لا يا حبيبي، احنا بس في حاجات كتير قوي مش متفاهمين فيها، يعني بنختلف في حاجات كتير قوي، وشفنا ان من الافضل ان احنا ننفصل عن بعض، وده كله علشان مصلحتك. احنا ما بنتخانقش علشانك انت، مش عاوزين نعيشك في جو خناقات وزعل والكلام ده. فقررنا ان احنا ننفصل عن بعض ومش هنسيب بعض ابدا. الحاجه الوحيده اللي بتجمعنا ان احنا بنحبك وما عندناش اغلى منك في الدنيا. وطبعا خبر زي ده كان صادم جدا لزياد، وما كانش متخيل ازاي بابا مش هيبات معانا في نفس البيت، ازاي هينفصلوا ويبعدوا عن بعض. يعني ممكن في يوم ماما تتجوز راجل تاني، وكمان بابا يتجوز واحده تانيه، وقضى اصعب ليله في حياته. وعلشان سالي وعز كانوا بيحبوا ابنهم جدا ومش عاوزين حياته تتاثر بانفصالهم ده، قرروا ان هما يفضلوا يتعاملوا مع بعض باحترام. يعني كان عز بيروح لهم على طول ويتغدى معاهم ويوصل زياد للمدرسة، كمان حفلاتهم أعياد ميلادهم كانوا بيقضوها مع بعض، وكتير قوي يخرجوا ويتفسحوا ويروحوا البحر مع بعض، لأن زياد كان بيحب البحر جدا. كمان زياد كان بيروح لأبوه في أي وقت عند جدته، لأن جدته مامة أبوه كانت ساكنة بعد شارعين منهم، وكمان عم كان ساكن بعد شارعين منهم بالظبط، وكان دايما يروح لهم ويروح يلعب مع ولاد عمه، وحياته كانت ماشيه طبيعيه جدا. بس هو ما كانش يائس ان باباه ومامته يرجعوا لبعض تاني. صدقني يا زياد، انا ومامتك مش ممكن نرجع لبعض تاني، احنا الاتنين بنحترم بعض جدا. احنا سيبنا بعض علشانك، علشان ما تعيش مع اتنين مش متفاهمين دايما يتخانقوا ويزعقوا. وفي يوم رجع زياد من المدرسه ولقى مامته مجهزه له هدوم يخرج بيها، وقالت له ان النهارده عيد ميلاد بابا، انت نسيت ولا ايه؟ لا يا ماما فاكر، هو انت مش هتخرجي معانا؟ لا يا حبيبي،
عندي شغل ومش هقدر، بس انا كلمت بابا وقلت له كل سنة وهو طيب. كمان هو بيقول ان في شخص تاني هيحضر معاكو حفلة عيد الميلاد النهاردة، بيقول ان هو شخص مميز جدا بالنسبة له وعاوزك تتعرف عليه. يكون مين ده يا ماما؟ حد من اصحاب بابا؟ انا عارفهم كلهم. مش عارفة بقى يا زياد، لما تروح هتعرف، ولما تيجي تبقى احكيلي. والساعة 8 بالليل عدى عليه بابا علشان ياخده معاه، وخرج زياد وراح مع باباه.